سي زبير بحوت الخبير في المجال السياحي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، كيف حالك سي زبير؟ بخير الحمد لله. بخير الحمد لله. سي زبير بحوت، انت الخبير في المجال السياحي، بطبيعه الحال هل ممكن كيف ممكن نتكلموا على الانتعاش السياحيه من بعد هذا رفع التدابير الاحترازي الى حد ما، رغم انه راه كاين هذا الفيروس ديال جدري القرود؟ تفضل. هو تقريبا القطاع السياحي بدا كيعرف واحد الانتعاشه، كاين واحد الاطمئنان كبير ان الانتعاشه تستمر. الارقام اللي تسجلت الى حدود الان هي مطمئنه، تقريبا الى حدود نهايه ابريل كان تقريبا المغرب استقبل 1.5 مليون مليون ديال السياح. بالفعل ملي كنقارنوها مع 2019 الرقم ضعيف، يعني كيمثل 40% من ما تم تحقيقه في نفس الفتره، ولكن هي واحد القفزه كبيره مقارنه ب 2021 ولا 2020. وشهر 5 كانت فيه اشتغال كبير في القطاع السياحي، لانه رغم ان المغرب فتح الحدود ديالو، اولا الحدود الجويه في 7 فبراير، بعد ذلك البحريه في اواسط ابريل، ولكن كانت شروط الولوج للمغرب كانت مجحفه شيئا ما مقارنه مع وجهات اخرى، لان كان المغرب كيطلب في نفس الوقت لادلاء بجواز التلقيح والاختبار السلبي. الاختبار السلبي كان مكلف، اولا مكلف للعائلات اللي كتكون 4 5 الافراد وكتوجد راسها خصها واحد النفقه ديال 500 ديال الاورو باش تدخل، وربما 500 ديال الاورو ولا باش تعاود تخرج، هذا واحد. وثانيا كيكون عندها تخوف، لان عائله مكونه من 5 ديال الافراد، في حاله الا فرد واحد كان ايجابي وهما داروا الحجوزات كيصعب عليهم انهم، لهذا كانوا ما كيبغوش يديروا هذه المخاطره، كيختاروا وجهات اخرى اللي ما كتطلبش هذا الاختبار هذا. ولهذا فالمغرب اللي لقى بهذه الخطوه هذه تسجلت واحد المجموعه ديال حجوزات كبيره. انا ناخذ مثال بالنسبه لمراكش اللي هي العاصمه السياحه في المغرب، لانها كتستقطب تقريبا 33% من النشاط السياحي، فكانت شهر 5 متميز، كانت مجموعه نتاع المؤتمرات العالميه اللي منها ديال البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، التحالف الدولي ضد داعش، بالاضافه لمؤتمرات اخرى. اليوم كندخلوا للمرحله ديال المهرجانات، لان تقريبا في المغرب كله دابا تقريبا بدايه يونيو كاين مهرجانات نتاع قناوه ديال الصويره، غادي يكون مراكش دويرير، غادي يكونوا في اكادير مثلا المهرجانات ديال السينما، كان مهرجان ديال السينما الافريقيه في خريبكا. ولهذا هذه المرحله هذه كاين واحد النوع نتاع الاطمئنان، لانه المغرب اشتغل جيدا فيما يخص الترويج، اتفاقيه دارت مع شركه نتاع الطيران كبيره اللي غادي تعطي واحد الحصص، وهذا هو اللي مهم، ان الحصص اللي كتوفر لك ديال المقاعد يعني كتجاوب مع الطلب اللي غادي يكون، باش ما يكونش واحد الضغط على الثمن تاع التذاكر. طيب ملي كنتكلموا على هذه الارقام بطبيعه الحال مطمئنه، ولكن مع ذلك السلطات دائما تدعو الى الحذر. كيف ممكن انه هذا المنعش السياحي يشتغل في ظل هذه المتناقضتين، الطمأنه وفي نفس الوقت الحذر؟ اذا بغينا نوصفوا الحاله تقريبا كاين الكثير من الاطمئنان وقليل من القلق في نفس الوقت، لانه القطاع السياحي التدابير اللي كانت وشاهدوها المنعشين السياحيين على مدى سنتين كانت ربما كتوقف يعني النشاط السياحي، لان المغرب كان مشى نهج واحد الخطه انه مشى في الاتجاه ديال الصحه اولا ولو على حساب القطاع، ولهذا كان تخوف ديال 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 المهنيين، والتخوف مازال كاين، ولكن في نفس الوقت كاين امور ايجابيه اللي تسجلات، لان كاين التلقيح، الفرق اللي كاين مع 2020 2021، اليوم وصلنا لا المغرب ولا المجموعه نتاع الدول اللي هي كتصدر لنا السياح لواحد المساويات كبيره ديال التلقيح، والتلقيح هو كيعطي ولو ان الفيروس يزيد ينتشر، ولكن بواحد الكيفيه ماشي صعيبه، يعني مجموعه الناس كنسمعوا دابا كيتصابوا، ولكن ماشي الحالات الاولى اللي كيتذكروا المغاربه، الصور اللي كانت كتجينا من فرنسا ومن المانيا نتاع الناس، هذه دول اللي عندها بنيات صحيه متميزه وكانت تقهرت لان وصلت لواحد المستوى نتاع الناس اللي كيوصلوا للحالات الحرجه، الناس اللي كتوفى، هادشي ما بقيناش كنشوفوه اليوم، يعني قليل من القلق خوفا ان تولي ترجع السلطات الامور احترازيه اكثر، هذا هو الخوف. اما
كل ما قام به المسؤولين مثلا لا الترويج ولا الاتفاقيات حتى مع المواقع العملاقه فهو غادي يعطينا كيبشر بان غتكون عندنا واحد لا سيزون كما كيقول واحد واحد الانتعاشه كبيره مع الصيف دخول مغاربه المهجر. هذا هو السؤال، يعني الان حنا على عشيه هذه عمليه مرحبا، كيف يعني كيف المؤسسات السياحيه وايضا عدد من التجهيزات البنيه التحتيه اللي مستعده انها تستقبل هذه الوفود ديال الافواج ديال المغاربه المقيمين بالخارج؟ هنا كاين نتكلموا على جوج ديال المستويات، المستوى الاول انهم اللي كتكون عندك واحد الجاليه مهمه والرقم ديالها كيكون مهم اللي كيدخل للمغرب، باش نذكروا انه دائما على الارقام على مدى 10 سنوات كيعطينا الرقم ديال الجاليه ديال المهجر اللي كتدخل تمثل ما بين 45 حتى 47% من الرقم الاجمالي، الا رجعنا مثلا الرقم اللي تسجل في 2019 المغرب استقبل تقريبا 13 مليون ديال السياح من 5 مليون و 900 الف من المغاربه المهجر، الا رجعنا ل 2010 لقيت ان المغرب استقبل 9 مليون و 300 مليون سائح كانت منها 4 مليون و 900 الف، اذا كل سنه كنصيبوا هذا العدد، اذا هذا عدد مهم ولهذا كان واحد التجنيد كبير لعمليه مرحبا اللي بدات بالاتفاقيات اللي كاينه تاع البواخر اللي غادي يجيو لا عبر طنجة المتوسط، يعني تقريبا المغرب كينتظر باش يستقطب واحد 3 المليون من مغاربة المهجر، من نهار النصف يعني مليون ونص غادي يدوز على على طنجة، ولكن كاين الناس اللي كيجيو وجهات أخرى من إيطاليا من جنوا من برشلونة من فرنسا من مارسيليا، فلهذا تهادو تجلدوا كاين، اليوم كذلك الخطوط الجوية يعني قامت بواحد العرض مهم انه غادي توفر تقريبا 6 مليون المقاعد في هذه الفتره هذه، منها اللي غادي يكونوا يستافدوا منها مغاربه المهجر ومنها حتى السياح الاجانب يقدروا يجيو، وبالنسبه لمغاربه المهجر كاينه تحفيزات بالنسبه للعائلات يعني واحد الاقتطاعات تقريبا ديال تقريبا 20% اللي غادي الثمن ديال التذاكر بالنسبه للعائلات، وكاينه امكانيه تاع الدفع على مراحل ثلاث او اربع، هذا الشيء كيشجع، ولكن بالمقابل نحن ننتظر في القريب انه الفنادق ودور الضيافه الاستقبال انها توصل بالدعم اللي كان بغى يترصد، ونحن في يعني المراحل الاخيره لان لا تفتصلوا بهذا الدعم هذا غادي يقدروا يزيدوا يجودوا في الخدمات ديالهم اكثر، ويمكن لهم لان ملي كيكون واحد القطاع الفندقي مثلا توصل عنده واحد الخزينه مزيان كيمكن له حتى بالنسبه للترويج حتى بالنسبه للعروض اللي غادي يدير غادي ياخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. هذا هو السؤال، يعني واش وحداتنا الفندقيه والتأهيل السياحيه يعني مستعده؟ لانه ما نساوش هذه واحد السنتين تقريبا هما يا فواحد الوضعيه ماليه كارثيه. هذا هو. كاين وحدات فندقيه اللي تسدات وكاين مشاكل، الى اي حد ان ممكن نطمئن الناس انه غتكون واحد الانطلاقه سياحيه جديده؟ لا، القطاع الفندقي كله بدا كيهيئ لانه هذا راس المال، وراس المال كيبغي يدير المخاطره، يعني ملي كيبان له بان كاين مجهودات بالنسبه للسياح غادي يجيو كتبان في الوضعيه تاع الحجوزات، ملي كيبان بان الطائره صافي مستعده، انا كنذكر تكلمت على الخطوط الجويه الملكيه، ولكن مجموعه تاع الشركات التكلفه المنخفضه قررت انها تزيد من الحصص ديالها اللي كانت كتعطي للمغرب، منها شركه اللي كتقول ان غادي ترفع من عدد الحصص اكثر من اللي كان في 2019، هذا كيطمئن، هادشي اللي كيجعل ان يعني صاحب الفندق بطبيعته هو راس مالي كيبغي يغامر، يعني قاموا مجموعه من يعني العمليات نتاع لونتروتيان نتاع الصيانه نتاع التجديد باش يكونوا على الموعد مع هذا الاستقبال، ولكن اللي غيشجع اكثر هو هذا الدعم اللي غادي توصلوا به، لان غتكون الخزينه ديالو ما فيهاش المشاكل الماليه، الحمد لله انه كان ذاك التعويض الجوزافي اللي حافظ على اليد العامله في الفنادق، مجموعه ديال الوجهات انه عرفت الهجره نتاع العمال من واحد القطاع لقطاعات اخرى، واليوم كاين ازمات كتظهر وربما تكونوا شفتوا فمجموعة تاع الشركات تاع الطيران ان مجموعه ديال الشركات ما غاديش تقدر دير الطيران بالكيفيه اللي كانت باغي لانه لا الاطور ديالها لا تقنيا غادروا، وكاين هذا حنا الحمد لله انه على الاقل هذاك التعويض الجزافي جعل ان الناس كتاخذ،
ولهذا غادي يبقاو كاينين، ولكن لجا هذا التمويل وكاين هذا الامل اللي كيدير راس ماله وكيخاطر ملي كيبان له الامال كيستثمر. اللي صعيب هو ملي كتكون الافاق مسدوده ما كيقدرش يستثمر، ولهذا هذا هو علاش كاين كثير من الاطمئنان قليل من التخوف الى جات شي اجراءات اللي توقف العجله. على الامل وعلى الطمأنينة. شكرا السي زبير بوحوت وانت الخبير في المجال السياحي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم كذلك.